طيب نروح بقى مع حضراتكم لخبر تاني، المره دي متعلق بمباراه بين فريق جامعه ديوك وفريق جامعه كاليفورنيا. الكلام ده كان ضمن الجوله الثانيه من دوري الرابطه الامريكيه للجامعات لكره القدم. فريق ديوك سجل هدف وكان هدف التعادل، من فرحه المهاجم بالهدف راح وابتدى يسخر من حارس المرمى واصر على الاستمرار في السخريه منه والاستفزازه عشان ما عرفش يتصدى لهذا الهدف. لكن طبعا اللي حصل ان لاعب من الفريق اللي دخل فيه جول ما عجبوش الكلام اللي بيحصل ده، فراح وزق المهاجم اللي بيسخر من زميله، وقعه على الارض وابتدى يتدحرج في وسط الملعب شويه، والملعب كله تحول لخناقه الرب السما، والموضوع ما انتهاش عند هذا الحد. الحكم طلع الكارت الاحمر وطرد المهاجم اللي سخر من حارس المرمى، والامر تطور فحصلت طبعا فوضى كبيره واحتجاج لحد ما المباراه توقفت لفتره طويله. رجع الفريقين يلعبوا مره ثانيه بس بعد طرد اللاعب اللي سخر من حارس مرمى الفريق المنافس. وساعات كتير الحماسه بتاخد الواحد وتوديه في سكك عجيبه جدا، يعني انت سجلت هدف خلاص افرح. هي حماسه ولا حماقه؟ الاثنين. هي الاثنين والله، وهي حماقه اكتر. جيتي عندك حق طبعا، صحيح.